اخويا كنتحدادك طوفو مول العصير اللي داير ب 1000 ريال الاراق. هاي 10 دراهم شد هادي هاي 10 دراهم عصير طبيعي. هاي هاي 20 درهم عصير طبيعي. هاي 100% عصر لي الصحافي ديالنا يفطر دابا عصر لي. شوف كنتحداو اي مول عصير في الجوطيه الاسبق ديال القراعي ديال الكرم ليمون 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 طبيعي واش عين. مرحبا بولاد حي النصر وجميع المغرب. لما كاينش الماء هو طبيعي كتعصر قدام بشار. صور اخويا هات شوف طريق دور صور ها هو اخويا الشغل. شحال المودافين عندكم كاملين المودافين ولكن هاهو المشروع هاهو 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 من راس المال من راس المال هاهو. ما كاينش هذيك اللعبه ديال الشحال سير هاهو كمل لي. شوف كاين النقط كاين ليمون ممكن نزيدو فيه لا ما لا والو. سير سير اخويا قدام اخويا داخل براس المال وحنا داخلين بخيبره اخويا داخلين بخيبره. نزيدو فيه لا ما لا والو. شوف ما كاين لا ما لا والو لا ما لا والو هذاك كاين لا ما لا والو. واه واه مول العصير هاك خويا قرعه الشكا واه كليان ديالنا الشيخ اللي كل نهار كيجي ياخذ من عندنا. سيب اخويا 20 درهم لتر هذه 20 درهم لتر 10 درهم ب 10 دراهم. كاين اللي مديرو بكشر كاين اللي مديرو بكشر. حنا خويا مقانعين الحمد لله كاين والو هذاك طوف ضروري اي واحد يشري. اليوم اخويا مش قديشوش اليوم مش قديشو انا والبارح قديشو 160 116 ريال غيكون تزاد دابا. دابا تزاد اليوم راه تزاد قال لي غيصلح 110 120 يعني راه الليمون كيتزاد غادي وكيتزاد يعني راه الثمن حتى هو راه غادي وكيطلع. انا خويا هو كيبيع ب 10 دراهم القرعه كناخذها فابور اتعاب اتعاب المغازه ما عندنا لا مع راجل وبغينا بغينا نخدم الصالح بغينا نخدم تصور لي الدراري خدامين اخويا المهم راه ما دايرلك راه شنقراو راه ما كاينش اما خويا راه خدامين وشنقراو راه كلشي هادو باقيين كيقراو كلشي كيقراو ها هو الدري راه عندو لوطوماشين با بليس طروق هو مريح معانا قالوا واحد شويه اخويا انايا باك بليس 5 وخارج على السار كنعصر الليمون وكاين انيق 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 اخويا انا كنطالب بحاجه وحده. هذا يلا كنت باغي نقول كنطالب من الامن الوطني يعطيونا تليفون انا اخو تيلي باغي انا الدولة تليفون. الناس اللي كيتسناوني في فيسبوك اخويا قول لهم شنو هو امتى كلشي بخير الحمد لله مبروك عليك هذا الشهر. نعم خويا اول اليوم اول نهار في رمضان كيفاش كيبان الاجواء خويا ما بقاتش هذيك الاجواء ديال شحال هذه باش نكونوا واقعين جينا نرجعوا واحد 8 سنين كذا قلت الدنيا عامره كلشي كيدور كذا الرواج بنادم باعك مقاوش ما كيبان لك والو هادشي كيبان لك الزنقه خاوي قبل كنت كنت شحال هذه واحد 4 سنين رجعنا نرجعوا 2013 2014 كدور كتلقى الدنيا عامره باقا نص ساعه كتش بالك الدنيا عامره تشور نوات رمضان بلبل دابا راه والو هادي شنو خرج عليك واش خرجت عليك ما عرفتش ما نقدرش نقول لك شنو كاين رمضان ما والو لا لا ما كاين لا رمضان لا والو رمضان كيكون يوم رمضان لا حتى داك الشيء على حساب الكاركتير ديال بنادم كل واحد وكيفاش داير بعد نص ساعه راه وتم بعد من الماكله واش غتقطع من الماكله حتى راه ما واكلش اش فهمتي ما يمكنش تقطع من الماكله هادشي كلمه بخصوص شهر رمضان واخويا نتمنوا دوز عند المغاربه بصحه وعافيه ويكون شهر رمضان ديال الغفران عشيري شكرا تبارك الله عليك الله يحفظك.